السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. تواصل لتهطل الأمطار وكذلك تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية، حتى مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه من المستوى الثاني ساري المفعول على خريطة اليقظة باللون البرتقالي، تنبه من تواصل لتساقط الأمطار وكذلك الثلوج على القمم الجبلية التي يزيد علوها 800 متر. كمية الأمطار تكون معتبرة قد تصل لغاية 50 مليمتر إن شاء الله، خاصة على الواجهة الوسطى وكذلك السواحل الشرقية. إذا أمطار معتبرة ستتساقط على شكل زخات رعدية إن شاء الله خلال هذه الأمسية، ستخص الواجهة الساحلية، احتمال كذلك لتساقط بعض أقول حبات البرد على السواحل، كذلك ثلوج على القمم الجبلية التي يزيد على 900 متر لغاية 1000 متر، أحيانا 800 متر. سحب ستنتشر، سحب سفلى كثيفة على شمال الصحراء، وزوابع رملية ستنشط على مرتفعات الهجار والتصيلي. درجات الحرارة فصلية على المناطق الشمالية، مقاييس ما بين 13 و13 درجة على الواجهة الساحلية، 3 درجات فقط طقس بارد على البيض كذلك سعيدة، 6 درجات على الجلفة، 15 درجة على غردية، 12 درجة على بشار، 18 درجة على تيندوف، 34 درجة كالمقياس على أقصى الجنوب. أما خلال إن شاء الله الصقيع سيتكون على المرتفعات الداخلية مع تساقط للثلوج، إذا طقس بارد جد، أقول برودة محسوسة خاصة على الهضاب العليا الغربية على البيض مع 7 درجات دون الصفر، 6 درجات دون الصفر على سطيف، ننتظر 4 درجات من العاصمة بومرداس تيبازا، كذلك بجاية جيجل سكدانبا والطرف، درجات الصفر على بشار، نفس المقياس على غردية، 4 درجات فقط على تيندوف، 3 درجات على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقي، 6 درجات على مرتفعات الهجار والتاسيلي، المقياس على اقصى الجنوب مع 14 درجة. اما البحر خلال امسية اليوم، مصلحة الارصاد الجوية ترتقي بحول الله بحر كثير الاضطراب على السواحل الشرقية، حتى رياح قوية تصل لغاية 50 كم في الساعة، بينما بحر مضطرب على السواحل الوسطى وحتى على السواحل الغربية، هنا رياح معتدلة ضمن تيارات غربية احيانا جنوبية غربية لن تتعدى 40 كم في الساعة، والرؤية متوسطة تقريبا على طول الشريط الساحلي. غروب الشمس لنهار اليوم على موسى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 6:07. وللتواصل معنا نحو الطقس، ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، صحفتكم والسلام عليكم.